صح؟ كده يا جماعه واحد على ناقص واحد. النتيجة بتاعه كام؟ بزيد. تعالى نجمع كده 0 0 0 0 1 زائد 1 بصفر معنى الواحد، 1 زائد 1 بصفر معنى الواحد، 1 زائد 1 بصفر معنى الواحد. اوكي؟ طب ناقص يا شباب؟ ايوه. الواحد ده هيجي هنا يبقى 0 كاري 0 كاري 0 كاري 0 اند كاري. تعالى نوصف الحالة بتاعتنا. طب ناقص يا شباب؟ هنا الريزلت بتاعي بقت ايكوال كام يا جماعه؟ في التوز كومبلمنت ما تنساش الرولز. اما يظهر كاري بيقول لك ايه في اجنور ذا كاري، اجنور ذا ايه؟ ذا كاري. مش كده؟ عظيم جدا. يبقى هنا الريزلت بتاعي بيساوي كام؟ زيرو. يبقى هنا يحصل هنا ايه يا جماعه؟ سيت. كده عارف المايكروبروسيسور ان الريزلت بتاعتك از ايكوال زيرو. طبعا هنا الزيرو يصرف على انه راجل موجب ولا سالب؟ موجب. السالب لك هيبقى كام يا جماعه؟ زيرو. السالب لك هيبقى، شفتوا بقى المايكروبروسيسور بيترجم اللي حضرتك فاهمه هو عايز يفهمه، بس مش هيفهمه من الذهن، هيفهمه من الفلاجز، من المؤشرات او من العلامات. معايا؟ يبقى زيرو فلاج هيبقى، السالب فلاج هيبقى سالب، وهنا زيرو فلاج هيبقى سالب. طيب هنا في كاري ولا مفيش كاري؟ يبقى الكاري فلاج هيبقى سالب. كيف الاوفر فلو سيت ازاي؟ ده نت صحيح معايا؟ ها؟ يبقى ريسيت. الاوفر فلو فين الاوفر فلو؟ الاوفر فلو ليه؟ لان رقمين احدهما موجب والاخر سالب. دايما يا جماعه مفيش اوفر فلو اذا كان الرقمين ايه يا جماعه؟ مختلفين في الايه يا جماعه؟ في الاشاره. خدها كقاعده. ليه؟ لان انت الرقم اللي انت مثلته رقم صحيح ممثل، والرقم السالب بصحيح ممثل، والناتج اقل من ايه؟ من 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 منهم، اقل من العددين، صح كده؟ لان بطرح رقمين من بعض، صح؟ لا يمكن يحدث ايه يا جماعه؟ اوفر فلو. يبقى عندي الاوفر فلو هيبقى ريسيت، الكاري فلاج سيت، الزيرو فلاج سيت. طبعا هنا مفيش دونت كير للاكسيري فلاج، ده ليس ايه؟ ليس لها دلاله الا في البي سي دي. الا فين يا جماعه؟ في البي سي دي. فهمنا يا جماعه يعني ايه اوفر فلو؟ خد يا حبايبي. فهمنا يعني ايه ساين فلاج؟ زيرو فلاج؟ اكسيري فلاج؟ كاري فلاج؟ في عندنا كمان حاجه اسمها البارتي فلاج. بالمره بقى عشان ايه؟ يبقى خدنا برضه مواد كبير كده. ما هو البارتي فلاج؟ البارتي فلاج هو بيشوف الرقم الوانز، عدد الوانز في الرقم بتاعك ايفن اور اود. ايفن اور اود يعني ايه ايفن اور اود؟ يعني مثلا الرقم اللي قدامنا ده، يعني رقم زي اللي ظهر ده، وليكن معايا الرقم ده بيعد عدد الوانز. تعالى نعد كده عدد الوانز، 1 2 3 4 5 6 7 7 وانز، 7 وانز. اود اور ايفن؟ أوه. يبقى في البارتي فلاج في الايفن يحط زيرو، في الاود يحط كام يا جماعه؟ 1 عشان يعرف. طب دي هتفيده في ايه يا دكتور؟ اما يجي يعمل داتا ترانسفير، انا بقوم جاي وانا ببعت الداتا بقول للمايكرو بروسيسور ان ده ايفن بارتي اور اود بارتي. ليه؟ عشان لما يجي يستقبل هذه الداتا يعد الايه؟ الوحايد. طبعا لو لقاها كنت انا باعت له اود بارتي وجي يستقبل هو ايفن بلد، يبقى فيها حاجه ايه؟ في الترانسميشن حصل فيها ايه؟ غلط. في الترانسميشن حصل فيها ايه؟ غلط. طبعا دي هتاخدوها ان شاء الله في ماده اللي اسمها بنيه الحاسبات، اللي هيتخصص في حاسبات بيعمل لها كوريكشن من خلال حاجه اسمها هامينج تول. مش ده موضوعنا يعني، لكن في النهايه ايه فائده البلد فلاج؟ عشان عمليه الترانسفير بتاع الداتا، ببعت داتا واقول له اذا كانت اوت بلدي ولا ايفن بلدي. فاهمين قصدي يا شباب؟ اه. ليه؟ عشان لما يجي يستقبلها يبدا يتشيك الايه؟ البلدي بتاعته. لو البلدي هي نفس البلدي يبقى الداتا اتنقلت صح، لو حصل اختلاف في البلدي يبقى الداتا حصل فيها ايه؟ ايرور. وبعد كده يبقى يدور على الكوريكشن، ده موضوع تاني. يبقى عندنا دلوقتي كام بقى؟ كام ريجسترز كده يا جماعه؟ ده بص، في عندنا حاجه اسمها الدايركشن فلاج، بس دي مش هتبان اول معناها دلوقتي، هرجئها لوقتها. احنا بنتكلم في السترنج داتا ترانسفير، الاسترنج داتا ترانسفير. طبعا انا هقولها بس يمكن انت دلوقتي ما تفهمهاش، بس انا هقولها علشان بس تفتكرت. في السترنج داتا ترانسفير يبقى بتكلم على السورس اندكس والديستنيشن اندكس، بعمل له انكريمنت او ديكريمنت بناء على قيمه الدايركشن فلاج. اذا كانت زيرو يبقى بعمل ديكريمنت،
اذا كانت 1 بعمل انكريمنت. بغض النظر مش ده موضوعنا، نيجي نتكلم على الداتا التفاصيل في السترينج هنتكلم عنها تفصيليا. يبقى زي ما انت شايف معايا دلوقتي هذا الفلاج ريجستر ممكن يخدم المايكروبروسيسور قد ايه؟ تعتبر عينيه اللي بيشوف بيها. تعتبر ايه يا جماعه؟ عينيه اللي بيشوف فيها. صح الكلام؟ لان هو بيبصره اذا كان الريزلت موجب ولا قصدي زيرو ولا نون ايكوال زيرو. لو واحد معناها ان الريزلت زيرو، لو بزيرو معناها ان الريزلت نون ايكوال زيرو. اوكي؟ اتفضل يا حبايبي. اوكي؟ في عندنا الكاري فلاج، في كاري اند كاري ولا لا؟ لو واحد يبقى في اند كاري، لو بزيرو يبقى ما فيش ايه؟ اند كاري. ها الاوفر فلو عمليه الجمع صحيحه ولا خاطئه؟ طبعا اتكلمنا على ايه؟ اذا كانت خارج الرينج ولا لا؟ اتكلمنا عنها بالتفصيل في اوفر فلو ولا لا؟ ساين فلاج الناتج بتاعك سالب ولا موجب؟ اذا كان زيرو يبقى موجب، اذا كان 1 يبقى ايه؟ سالب. الاوكسيلري فلاج في عمليه مين يا جماعه؟ الفي سي دي، هل في هاف كاري ولا لا؟ وصلت؟ كذا الحال هنا الباريتي فلاج اللي هو النمبر اوف وانز في الريزلتس بتاعك ايفن ولا اود؟ اتفضل يا جماعه. على حسب عدد الارقام، مش انا قلت لو ايفن باريتي يعني لو عدد الارقام زوجيه هيعمل ريسيت للباريتي فلاج يبقى فيها زيرو، لو عدد الارقام دي عدد الوانز فرديه هيعمل الباريتي فلاج سالب وان. مش دي خلاص ده اللي هو الفلاج ريجستر اللي ممكن نصنفه تحت انه تحت انه سقف يا جماعه. سبيشال بيربوز ولا جنرال بيربوز؟ سبيشال بيربوز. نسمع زميلك لو سمحت، بعد كده اللي عايز يسال يتفضل. شكرا. حاضر. دايركشن فلاج مره ثانيه الزميل، يعني انا دايما بخشى ان انا اسف في حته مش في موضحها، لكن برضو هفسرها لك. الدايركشن فلاج لما بيحصل حاجه اسمها السترينج داتا ترانسفير، برضه يعني طالما طرح السؤال يتعين الاجابه، رغم ان انا بحاول اهرب من الاستزاده في التفصيل، لان لما اجي اتكلم في الموضوع هتبقى اوضح وهتبقى الرؤيه اوضح، لكن لا باس خذ من الاجابه ما تستطيع. خذ الان من الاجابه ايه؟ ما تستطيع. حينما اتحدث عن الداتا ترانسفير تحديدا في السترنج داتا ترانسفير، هي السترنج داتا ترانسفير زي ما بتيجي تبعت فيكتور كده، عارفين الفيكتور؟ الاري عندكم فيكتورز، عندنا قيمه تسلسل معين من الداتا، بس كلهم بيكونوني 1 اوفر ان، زي مثلا 1 رو واحد في واحد مصفوف، قصدي واحد في ان، ده اسمه سترنج داتا. اسمها ايه يا جماعه؟ سترنج داتا. اعتبر بقى الداتا بتاعتي كام في كام؟ معايا؟ كل ده اسمه سترنج داتا، لما اجي ابعتها دي بتكلمها ببعتها از سترنج، ببعتها از ايه يا جماعه؟ از سترنج. اما اجي بعمل داتا ترانسفير، اما باجي اعمل ادريسنج، اما اجي بعمل ادريسنج بروح اعمل ادريسنج باستخدام السورس اندكس والديستنيشن اندكس، اعتمادا على ان الميموري هي مصدر الداتا ولا مستقبله للداتا. الميموري هل هي السورس ولا ديستنيشن؟ فاهم قصدي؟ زميل الاسم احمد، بالله عليك احمد لو ما انتش فاهم قول لي. يبقى انا دلوقتي متى ابدا ابص على دي؟ اذا كنت انا بتكلم على انا اوبريشن نقل سترينج داتا. طبعا السترينج داتا موجوده فين الحته يا جماعه؟ فين؟ في الميموري. او هوديها فين؟ في الميموري. هاخدها منين يا شباب؟ رد عليا عشان تفهم. من الميموري. يبقى كده اما هاخدها من الميموري هتبقى سورس ولا ديستنيشن؟ سورس، هي مصدر الداتا. اوكي؟ طيب اما اجي احطها في الميموري يبقى الميموري مستقبله ديستنيشن ولا مصدر؟ سورس. حلو خلاص يا جماعه؟ تمام. ايه اللي بيحصل؟ عادة اما باجي اعمل داتا ترانسفير سترنج داتا بعدها على طول، بعدها على طول يعني بعد اتمام عمليه الداتا ترانسفير عشان اشاور على اللوكيشن اللي بعده، عشان اشاور على ايه؟ اللوكيشن اللي بعده في الميموري، سواء كنت عشان اخد منها او عشان احط فيها، لازم ازود الادرس، لازم ازود الايه يا جماعه؟ الادرس، لازم ازود الايه؟ الادرس، بقى على حسب حجم الداتا اللي اتنقلت، يعني انا لو كنت ناقل 1 بايت، لو كنت ناقل ايه يا جماعه؟ 1 بايت، هتتحط في 1 ميموري لوكيشن، يبقى الادرس التاني على طول هيكون هو اللي عليه الدور، صح الكلام؟
فانا عايز ازود الادرس ده اللي هو السورس اندكس او الديستنيشن اندكس بمقدار كام؟ رد يا حبيبي واحد. طب لو انا ناقل 2 بايت باتنين وهكذا. طب ازود او انقص بناء على ايه؟ بناء على الدايركشن فلاج. يعني لو الدايركشن فلاج فيها زيرو معناها اعمل ديكريمنت ما زودش، اعمل ايه؟ انقص. طب لو فيها 1 معناها اعمل انكريمنت. معايا؟ يبقى بعد عمليه اتمام الداتا ترانسفير بزود السورس اندكس او انقصه بمقدار 1 على حسب لو كنت بتكلم في بايت او بمقدار 2 لو بتكلم في 2 بايت اند سو اون. لكن ازود او انقص بناء على مين؟ على الدايركشن فلاج. لو بصفر يبقى بعمل انكريمنت رقص، لو ب 1 يبقى بعمل انكريمنت بزود. بزود بمقدار كام؟ يا 1 يا 2 يا 4 يا على حسب البايتس اللي انا نقلتها. طبعا في الكلام استزاده بس في موضوع بقى. كلام استزاده بس ايه في موضوع. يبقى دي وظيفه ايه يا جماعه؟ الدي اسمها دايركشن اب داون انكريمنت ديكريمنت. اسمها ايه يا جماعه؟ دايركت. لان انا ممكن اتعامل مع ستاك يبقى انا بزود الايه؟ الادرس. او اتعامل مع ميموري عاديه داتا ميموري يبقى بقلل الايه؟ الادرس. ايا كان قصدي لو بتعامل مع ميموري يبقى بزود الادرس داتا ميموري يعني. او ستاك يبقى بقلله. ايا كان في موضوع هيبقى الكلام في تفصيل اكتر. لكن فهمنا عن ايه دايركشن فلاج؟ استفدت احمد من الاجابه؟ استفدت رجاله من الاجابه؟ كل دي اسمها ايه يا جماعه ده؟ اسمها ايه يا جماعه؟ فلاج ريجسترز. وكل ده النجم المصوصي اول لما ينهي اي عمليه يوم جاي رايح يبص على المحتويات الجديده اللي اتغيرت فيه عشان يعرف ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ هل الريزلت زيرو ولا لا؟ هل الريزلت سالب ولا لا؟ هل الريزلت باريتي باريتي ايفن باريتي ولا اوت باريتي؟ هل الريزلت ها في اوفر فلو اور نوت؟ هل في اوكسيلري فلاج؟ انا محتاج اعمل كوركشن في البي سي دي اور نوت؟ كل ده مين اللي يدلني عليها؟ الفلاج ريجستر. ساعات بس على كده ال 10 11 ال 10 يبقى موعدنا في البريك. اشوفكم على ان شاء الله 11 و5.